سيداتي نساتي سادتي أجمل تحية مني أينما كنتم. اليوم نجلب لكم مباراة كبيرة بأجواء حماسية وغير عادية. كالعادة سأكون معكم من كابينة التعليق ونلتقي هنا لمتابعة مباراة تلعب ضمن منافسات ديفيجن رايفلز. مباراة تستحق المشاهدة والمتابعة. مع كل مباراة يكون هناك متعة جديدة، وفي هذه المباراة نأمل بأن نستمتع بلحظات ولمسات فنية مذهلة. بينية خطيرة، مستحيل، هدف مبكر لافتتاح النتيجة، هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. يا رب، هدف التعادل. كرة مرة أخرى، أوه تسديدة قوية، وكرة في المرمى. لكنها لا تمر من الدفاع، قراءة ممتازة للكرة. راشفورد، الكرة في المرمى، هدف يوسع الفارق. هذا الشكل لن يتمكن الفريق من العودة. لابد من استغلال هذه السيطرة بشكل أفضل. البحث عن تقليص الفارق، كرة في مكان. يا الله، واضح بأن الزوار عليهم تصحيح بعض الأمور للعودة، واضح بأن المشكلة دفاعية. أوهو، صافرة من حكمة المباراة، وركلة جزاء تحتسب الآن. الخسارة قد تتأكد في هذه اللحظة. حكمة اللقاء تشير إلى علامة الجزاء وتخرج البطاقة الصفراء. نموذجية في المرمى، ركلة جزاء في منتهى الروعة. ايه هارد لك، ايه دي كوره، ضربه جزاء مش ضربه جزاء، وفاول مش فاول، والدقيقه 51 وبيلعب ولينا ضربتين جزاء. في ايه؟ في ايه؟ انا عايز تنزلوا داخليه، نزلوها. محاوله لوضع الكره في المرمى، اوهو، يسجل من جديد، لا يكل ولا يمل. الآن توجد فرصة لتهديد المرمى من خلال الهجوم المرتد. فرصة أمام المرمى، أوه وين الحارس؟ المرمى خالي، الهدف يدخل بدون. لورينزو إنسيني، باريلا، أوه هدف يقلص الفارق لهدف. الله، بعينه يعملها ولا إيه؟ دلان قد تشكل خطورة. هذه هي فرصة هدف. التصدي لم يبعد الخطورة كاملة. يا الله، ظن الجميع بأن الفريق قد رفع الراية البيضاء، لكنه عاد بعد 5 أهداف لكل فريق. في هذا الموقف يجب استغلال كل ضربة جزاء. قررت حكمة اللقاء عدم إشارة بطاقة رغم احتساب ركلة الجزاء، لكن كل قرار منفصل عن الآخر، لا أحد يوتر على الآخر هنا في اللعبة. ضربة جزاء يحولها في الشباك مباشرة. ربنا نصرني على ناس كتير جدا بتشكك. أهلا بكم مشاهدينا في أجواء رائعة جدا، نتمنى بأن تكون المباراة مثيرة أيضا. هذه أجمل تحية مني محدثكم فارس. شوف المساندة، فرصة للتقدم في المباراة. فرصة للتعادل، كرة للتعادل الآن، تصل إلى محمد صلاح باتجاه مارتينيلي، حولها براسه في المرمى، حط الكرة، حط كرة بتصل لبارنز، كرة بتصل وبتعدي من الخط الخلفي. يا سلام،
من حارس المرمى، بيرسل كرة لوسط المنطقة، ضغط جيد واستعادة مستحيل. أي هدف، وصلت إلى إنسيني، فرصة كبيرة للتعادل، إصرار الكبير، كرة أخيرة للتقدم الآن. أنا صح. وقت الفريق الفاز يحاول الحفاظ على النتيجة، فرصة للتقدم الآن من جديد. يا الله، متابعة سريعة في المرمى، حارس المرمى لا يلام بعد أن تألم، ولا تأتي صافرة نهاية المباراة وفوز رائع للفريق الضيف في خارج ملعبه.